جيش الإسلام. يعني صار في شغلة للأسف في المظاهرة أنه تعارضت الآراء. حبينا نوجه رسالة أيضا بالغضب لحلب أنه نحن في المظاهرة هو منبر حر للكل ليعبر عن رأيه ضد أي مؤسسة عسكرية كانت أو مدنية. وأهلا وسهلا فيكم. حبوا نوجه رسالة لقضاة فصائل، الغضب بحلب ما بيضل ما بيكتمل بس بمظاهرة بتهمتكم بالبارود. يا وحدوا شو قلتلهم وصلوا حلب بالبارود يا نلعوا. وصلوا رسالة لقضاة الفصائل، يا وحدوا جهودكم وانصروا حلب بالبارود، هاي المظاهرة ما بتنصر حلب.